اهلا بكم، تحياتنا لكل المشاهدين. مرحب فيكم بفقرتنا الاولى لهذا الصباح اللي رح نتحدث فيها عن مشروع استدامه المدن القديمه لدول حوض البحر المتوسط. هذه شراكة بين عدة دول حقيقة، وتطبق هنا في الأردن بشراكة مع ما بين الجامعة الأردنية ووزارة البلديات. وكنموذج لتطبيق هذا المشروع تم اختيار مدينة السلط الجميلة لكي يتم الحفاظ على تراثها وجماليتها القديمة وأيضا البيئة الموجودة في هذه المدينة. اليوم وهذا الصباح بدي أرحب وإياكم بالمهندس عماد العبد الله وزارة شؤون البلدية. نعم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. وأيضا المهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط. صباح الخير. صباح يا هلا بالسلط وأهلها. أهلا فيك. الله يحفظك. سينضم إلينا أعتقد بعد قليل الدكتور أحمد السلايمة، هلا رح يفوت لأنه شوي تأخر، حتى يحكي أيضا عن هذا المشروع. أهلا وسهلا بكم مهندس عماد العبد الله. بداية معك، حقيقة أنتم بوزارة الشؤون البلدية بتحاولوا أنه يعني أي مشروع يهدف لخدمة المدن الأردنية ويهدف إلى رفد البلديات بأفكار إبداعية، أعتقد أنكم في الوزارة بترحبوا فيه. أكيد. ما طبيعة حماسكم لهذا المشروع تحديدا؟ ليش اخترتوا هذا المشروع لتكونوا من داعمين؟ هذا المشروع مشروع رائد بالحقيقة. نعم. لأنه مشروع بداية هو محافظة على المدن التراثية. نعم. ومحافظة على الطابع التراثي الجمالي القديم للبلديات القديمة. المشروع بداية هو بين شركة سيديكو الإسبانية في مدينة إشبيلية الأندلس في إسبانيا، وبين البرنامج الإقليمي متعدد الأغراض للتعاون عبر الحدود لمدن حوض البحر المتوسط. فهذا المشروع يخدم 5 بلديات. اللي هي السلط في الأردن، الإسكندرية في مصر. حلو. ويخدم صفاقس في تونس، ويخدم راجوزا في إيطاليا، ويخدم قرطبة في إسبانيا. طيب جميل. كانت هذه الشركة سيديكو هي منفذة لعملية كيف عملية جمع النفايات والتخلص منها بطريقة حضارية وجمالية، فتطبق هذه الفكرة في بلدية السلط. طبعا اختيار بلدية السلط لأنها مدينة تراثية ومدينة قديمة، فبدنا نحافظ على الطابع السياحي والممر السياحي في بلدية السلط. أه. إنه يكون ناحية جمالية. يعني إحنا ضد فكرة إنه تكون الحاويات مرمية أو محروقة أو نفايات حواليها. بدنا نحول الاتجاه إلى وضع آخر، وضع جمالي بحلول أخرى تم تطبيقها ونجحت هذه الحلول في هذه المدن، الآن تطبيقها في الأردن. وزارة شؤون البلدية أكيد مع عملية تطوير جمع النفايات وترتيبها في المدن الأردنية، واي مشروع يخدم بلديات المملكه الاردنيه. طبعاً احنا معها ومنساعد، واحنا عباره عن كوردينيتر، يعني نجمع ما بين المشاريع الدوليه ومنسقين وبين البلديات الاردنيه والجهات المنفذه مثل الجامعه الاردنيه. خلينا نقول الجامعه الاردنيه اكيد يعني هي لها دور. الدكتور احمد ان شاء الله رح يحكي عن دورها. بدي احكي عنها اكيد. اهلا وسهلا فيك. لو تاخرت شوي علينا احنا بنعتذر. لا بس لا بس المهندس خالد الخشمان لو سمحت، يعني قد ايه بتكون البلديه مثل بلديه السلط بجمالياتها وتراثها وقدمها محظوظه بانه يتم اختيارها لتطبيق مشروع يعني ايضا يشمل مدن مثل ما حكى المهندس عماد، مثل الاسكندريه، مثل غيرها من المدن في حوض البحر الابيض المتوسط. شو رح تستفيدوا انتم كبلديه السلط؟ الله يصبحكم بخير وشكرا لك على هذه الاستضافه. حقيقه انه هذا المشروع هو جزء من مشاريع. نعم. تتعلق ببلديه السلط الكبرى، والهدف الاساس منها هو والنتيجه المطلوبه أن يتم تسجيل السلط على قائمة التراث العالمي. تعلمون أن السلط هي مدينة من المدن القديمة في الأردن، وهي مدينة التراث وفيها حوالي 657 بيت تراثي قديم وحوالي 1054 موقع تراثي من أدراج وشوارع مبلطة ومواقع أخرى. موضوع جمع النفايات في هذه المواقع ليس كمواقع الأخرى. تتميز السلط بجماليتها إلا أن الشوارع القديمة هي شوارع ضيقة، أدراج تربط المناطق بسبب التضاريس الصعبة للمدينة، يتم ربط بين الشوارع بأدراج خاصة في المنطقة التراثية. لذلك كان النظرة أن هذه المدن القديمة لها خصوصية عامة. وهذا المشروع جاء ليخدم المدن القديمة الموجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنها مدينة السلط في الأردن. هلأ تم دراسة كثير من الإجراءات وما هي الآليات الأنسب
استخدامها في مدينة السلط. كان هناك 5 اقتراحات وخمس حلول مطروحة، تم اختيار 3 حلول تتناسب مع مدينة السلط، بلشنا في تنفيذها. الهدف زي ما قال زميلنا المهندس عماد انه بدنا نخلص من فكرة ان تكون الحاويات في الشوارع متناثرة وطريقة جمع النفايات بطريقة سلسة. هلأ في السلط راح يكون هناك 3 حلول مستخدمة. الاول وضع الحاويات في غرف خاصة بحيث انه المواطن يضع، طبعا الغرف الخاصة موجود فيها حاويات قدامها شباك خاص رداد بحيث انه يضع النفايات في ذلك الموقع، يعني النفايات مغلقة من كل النواحي. طبعا والغرف هاي هي غرفة مجهزة بتكون لها 3 شبابيك زي ما تفضل ساعاته رداد وثلاث شبابيك، هاي 3 حاويات من جهة وثلاث حاويات من جهة. هلا هذه الحاويات اولا والغرفة المجهزة زي ما تفضلوا انه فيها شفاطات عشان الروائح، النظافه مستمره حواليها، بضل في نظافه متكامله، وهذا المشروع يعتبر مشروع نموذج في المنطقه. الحل الثاني اللي تم استخدامه هي موضوع الادراج. تعلمين انه بالادراج صعب التواصل، يعني العماله بتشتغل فيها بصعوبه. كان هناك فكره دور تو دور جاربج، يعني انك تطلع نفاياتك تحطها في الحاويه الخاصه لذلك المنزل. لذلك تم استخدام الشجرة اللي هي عبارة عن عمود يوضع عليه من 4 إلى 6 حاويات، كل حاوية البيت اللي المعروف لمين البيت بضعوا حاوياته مباشرة. خالد هاي الأفكار طبقت بالفعل يعني؟ هلا نعم طبق فيها، الغرفة انتهت. الغرفة انتهت هذه حلو. يا ريت لو كان معنا صورة نستعرض هو مكان بعد إن شاء الله بالك بالنهاية نعمل جولة غادي إن شاء الله نعمل جولة إذا دعانا ساعات رئيس البلدية بننزل أكيد، وكاميراتنا كمان بتكون معاكم حتى تصور هالأفكار الجديدة اللي عم تشتغلوا عليها للحفاظ على البيئة بمدينة السلط. أنا بدي أنتقل للدكتور أحمد السلايمة، الأستاذ أحمد السلايمة طبعا الأستاذ الطاقة في الجامعة الأردنية ومنسق لي في هذا المشروع أيضا. أهلا وسهلا فيك دكتور. شو دوركم مع الجهات البلدية خلينا نقول لتطبيق هذا المشروع؟ في البداية صباح الخير إلك أخت سمر وللأخوة المشاهدين. يعني طبعا يعني هذا عبارة عن مشروع نوع من التعاون والشراكة بين الجامعة الأردنية ووزارة البلديات وبلدية السلط. وأنا حاب في البداية بس أذكر بشكل بسيط أنه المشروع طبعا تم دعمه من الاتحاد الأوروبي ضمن المشاريع اللي هي الإنبي، يتقدم أكثر من 1000 مشروع وبالنهاية تم دعم حوالي 35 مشروع. ففكرة المشروع كانت فكرة رائدة وفكرة مميزة، وخاصة إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية نتميز أنه يعني بجمال عمان وجمال مدننا. فموضوع النفايات هي بجزء من المواضيع شوي الأحيان أصبحت فعلا في الفترة الأخيرة تؤرق حتى الزائرين والمواطنين. فكانت الفكرة أنه مدينة السلط هي إحدى المدن المميزة أنه وحاولنا نستفيد من التجربة الأوروبية. طبعا في عنا دول مثلا اللي هي جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال حوض البحر الأبيض المتوسط، فكانت في عنا زي قرطبة مع راجوزا في إيطاليا وإسبانيا، والسلط مدينة طبعا هي أثرية، مدينة خلينا نحكي المعروفة قديمة. ليش تم اختيار السلط؟ يعني هل في شروط كان للمدن المتقدمة بحيث أنه تم هل قدمها تراثها، أم أنه المشكلة البيئية هاي برضو أخذوها بعين الاعتبار؟ في بداية المشروع كان أنه المفروض من نختار مدينة من الأردن اللي هي فعلا ذات أنه أثر تاريخي وسياحي، وكانت فعلا السلط هي يمكن أكثر المدن اللي انطبقت عليها المواصفات المشروع. طبعا احنا بدينا في مدينة السلط، ان شاء الله يعني في افكار انه تمتد التجربة بعد نجاحها في بلدية السلط للمدن الاخرى، يعني ممكن بلدية مأدبة كانت انه بلدية الزرقاء. بدي اوجه سؤال المهندس عماد، قد ايه هيك تجارب إذا نجحت في مدينة معينة ممكن فعلا تتبنوها كوزارة بلديات وتطبق في باقي المدن والأماكن؟ وزارة البلديات الآن أقرت عن طريق مشروع الـ RLDB اللي هو ممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية وقيمته حوالي 52-53 مليون، فأقرت استراتيجية من أحد المخرجات تبع هذا المشروع، استراتيجية وطنية للسرود ويست للنفايات الصلبة. وبالتالي احنا بهمنا جدا انه تجربة زي السلط انه نعممها على بلديات ثانية، لانه احنا قاعدين عمالنا بنعمل استراتيجية للأردن للوطن طبعاً كامل طبعاً. فاحنا بتبلش هذه الاستراتيجية على مدى وسط ومدى قصير ومدى بعيد. فالمدى البسيط او القصير هو عملية كيف انه نجمع النفايات بطريقة حضارية طبعاً. هذا المشروع رائد وراح يعمم وإن شاء الله أنه تجربته ناجحة. وبنشكر، أحب أن أتوجه بالشكر لسعادة رئيس بلدية السلط لأنه فعلا كان متعاون دكتور، إحنا ما بدنا نقول نجامل بعضنا لكنه الدكتور فعلا ساعد، سعادة الرئيس متابع معنا أول بأول في المشروع، وكان يعني عقد مساق جماعة البلدية يشتغلوا معنا مع الفريق في الوزارة.
فاحنا قاعدين بنحضر لخطه استراتيجيه للمملكه الاردنيه الهاشميه الان المدى القصير القريب اللي هو من 2015 ل 2019 هذا يشمل كيف عمليه انه نعمل محطات تحويل، كيف نعمل الفرز، كيف نظبط ونرتب مكاب النفايات. نقول ومعجبين بتجربه العالم وين صار حطينا اجرينا وخطواتنا الان سليمة. حتى الان مش عم نشوف خطوات يعني هاي ان شاء الله الخطوه القادمه اللي هي فرز النفايات اللي هي مثلا الكرتون والوراق والقزاز كل هذا ان شاء الله راح نسمح لي. احنا في مدينه السلطه هلا بجهود البلديه تحديدا تم عمل البدايه لمشروع فرز النفايات. تم اختيار اكبر 12 مطعم داخل المدينه تعرف لانه هذول نفاياتهم اكثر استخدام النفايات وتنوع النفايات والمولات. هلا قمنا احنا بتزويدهم بحاويات خاصه اللي هي ثلاث انواع من الحاويات على حساب البلديه، ويتم يعني كتجربه اولى الفرز عندهم وناخذ احنا النفايات مفروزه يعني الفرز من المصدر. هلا احنا عندنا بالسلطه يتم الفرز في المكب نفسه، لكن الفرز في المكب نفسه بضيع كثير من المواد اللي تستخدمها والنفايات. المعذره هي ثروه وطنيه لكن احنا بغض النظر وبدر دخل. التجربه الاولى اللي راح تصير في السلط ان شاء الله وبلشت في السلط هي موضوع فرز النفايات، وان شاء الله هذا المشروع عندما يعني تكتمل عناصره. خالد بيحتاج لوعي من المواطن نفسه. انا بعرف مثلا في ناس بعرفهم في متغربين في اماكن مثلا مثل كندا مثل بريطانيا كذا، يخالف الشخص اذا كب مثلا ازاز في حاويه الكرتون على سبيل المثال. ستي يعني هل راح تعملوا شكل من اشكال التوعيه لسكان المدينه انفسهم بانه هذا للكرتون، هذا للنفايات الصلبه، هذا للبلاستيك، هذا لغيره مثلا؟ هلا احنا كبلديه البدء بلش والتوعية بلشت، تم عمل بريشور وتوزع للمحلات التجارية تحديدا، لأنه بصراحة المحلات التجارية والمولات والمطاعم هي الأكثر فرزا للنفايات. ومن خلال المشروع أصلا المشروع هذا في جزء يعني عملنا نقاشات توعية ودورات ورش بريشورات. تم عقد ورش عمل على مستوى المدينة أكثر من مرة، تم عقد ورش عمل لصانعي القرار داخل المدينة والمؤسسات المجتمع المدني. يعني التوعية مستمرة من بداية المشروع، وجزء كبير جزء كبير من المشروع هو لتوعية المواطن، لأنه بدون وعي المواطن لا ينجح أي مشروع. الجامعة يعني الأردنية بهذا الموضوع يعني تم العقد العديد من الورش في بلدية السلط وبالتعاون مع المجتمع المحلي. يعني طبعا كان دور لبلدية السلط في هذا التعاون أنه فعلا تم جمع جميع فئات المجتمع، من خلينا نحكي أصحاب محلات، من مواطنين عاديين، من مدارس، من مدرسين، أنه فعلا تم عرض عليهم فكرة المشروع بحيث أنه إحنا بدنا تعاون المجتمع المحلي من أجل إنجاح الفكرة. وإن شاء الله يعني هاي بجزء أنه كبداية إحنا زي ما حكينا تطلعنا أنه يصير أنه فرز النفايات وبعد هيك حتى توليد الطاقة اللي هي كذلك من فرز النفايات. أعتقد أنه دائما رح يصب الموضوع دكتور أحمد بموضوع الطاقة، لأنه هاي مصدر مهم للطاقة. يعني إحنا النفايات لها قيمة بالعالم أكيد، وعمالة بتولد كهرباء يعني من الغازات المنبعثة منها، وبالتالي الشراكة مع القطاع الخاص ضروري جدا في مكاب النفايات. وهذا الشغل بيعمل ملايين يعني إحنا غافلين عنه الآن. الاستراتيجية تبع السوليد ويست للأردن راح تتابع هذه الأمور عن طريق زرع مشاريع في المدى المتوسط والمدى القصير والمدى البعيد اللي هو لحد 2034 راح نشتغل. فالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخلق يعني في تجربة يعني تركية يعني ثلاث أربع بلديات صغيرة قاعدة بتولد طاقة بتخدم 180 ألف مواطن. صحيح. صور بلدية السلط وإربد والكرك إن شاء الله يا رب نعمل عمايل توليد الطاقة. أنا بتمنى إن شاء الله العقول لا تنقصنا، يعني الأكاديميين موجودين بعلمهم، يعني كمان حضراتكم مهندسين موجودين في المؤسسات اللي إلها علاقة بالمدن والحفاظ على المدن والبلديات. أعتقد أنه هاي الشراكة يجب النهاية أن تثمر عن ثمار طيبة. بدي أشكركم جميعا على وجودكم، مهندس عماد، مهندس خالد، ودكتور أحمد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. إن شاء الله إحنا بنوعدكم نكون معكم بكاميراتنا إن شاء الله. إن شاء الله المرة القادمة رح نجيب لكم تقرير كمان مصور مع الصور عن المشروع في بلدية السلط. هو الميدان أفضل أكبر دليل يعطيك انطباع حتى بجوز ضروري لأنه العين لازم تتعود على هذه الأمور الجديدة حتى تعرف. وإحنا بنناشد المواطنين الوعي ضروري زي ما تفضل سعادة الرئيس إنه الناس
ننتبه، وهذه يعني تكاليف باهظة جدا، عملية جمع كيف بتكلف الآليات، شو صيانة الآليات، العمال، يعني هذا شغلة مهلكة للبلديات. هذا الأسس والطرق الحديثة اللي قاعدين نتبعها لتيسير أمر خلق بيئة نظيفة، تخلص من الحشرات، تخلص من المنظر المؤذي خاصة في مناطقنا ومدننا الجميلة زي ما تفضل الدكتور. يعني الأردن تمتاز بنظافتها، يعني حتى العالم كله بيحكي مدننا نظيفة. سنحافظ على هذه القيمة الجمالية إن شاء الله. نشكركم جزيل الشكر، شكرا لوجودكم. وإحنا أعزائنا بعد فاصل قصير أعتقد أنه رح يكون معنا مخلص بشباب ومهن، ولكن بعد هذا التقرير خليكم معنا.